أطلق اليوم من الرباط برنامج لإنعاش الصناعة التقليديين الفرادى ومقاولات الصناعة التقليدية بمبلغ 5,700,000 دولار، يضم 14 شهرا ويشمل محاور تدخل مختلفة تثمن المنتوج داخليا وخارجيا. إناس مسايدي وياسر الدومي. تنمية مداخل الصناع التقليديين بكيفية مستدامة وتطوير صادرات مقاولات القطاع عبر مقاربة ترتكز على متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، أهداف تم تصطيرها خلال هذا اللقاء. المشروع ديال إنعاش صناع الفرادة ومقاولات الصناعة التقليدية يهدف بالخصوص إلى تعزيز الروابط بين الأسواق المستهدفة والصناع والمقاولات بغية تحسين وتسويق وترويج المنتجات التقليدية على المستوى الوطني والمستوى المحلي والدولي. مشروع إنعاش الصناع التقليديين الفرادى ومقاولات الصناعة التقليدية مشروع ينضاف إلى عدد من المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تحدي الألفية. هذا كيدخل في نطاق برنامج تحدي الألفية بالمغرب. الغلاف المالي ديالو هو تقريبا 900 مليون ديال الدولار، والصناعة التقليدية بوحدها عندها 62.7 مليون ديال الدولار لمخصصة الصانع التقليدي والصانعة التقليدية. يشار إلى أن البرنامج يسعى أيضا إلى إنجاز حملات إنعاشية تستهدف السياح والمشترين المغاربة والأجانب بغية تشجيعهم على اقتناء المنتوج المحلي.